دوس على الزرار. ايوه يا فندم. الحقيقه انا ماليش في الكلام ده الناس. ايوه بس حبيت اقدم الحمد لله بسببين. اول حاجه الدكتور فهد مساعد اول الزميل ده الاول على دفعتنا سليم وحبيبي زمان ولما نزعل منه ان هو يجي بقاله كام شهر ومطنش يعني بس كنا بنبدا نشتاق منه خلاص بقى هيشوفه وموعد ان هو ياخد كامل وجود الله حبيت اقدمه لزميل حاجه خاصه بيا انا متاكد ان الخدمه الاداريه على طول الخاص بيا انا اللي عايز مش هقعد اتكلم قصاد الناس حبيت اجرب نفسي عشان الارتقاء قريب انت عارف عن كل الدرجات يقول لك فلان فلان بابل سبيكر بتقول تهجس اي كلام قدام الناس وتطلع اي كلمتين في اي حاجه محدش فاهم حاجه سعيد فحبيت امارس انها دين دلوقتي يعني الحاجه اللي بالنسبه لخالد ان هو الوحيد اللي في الدفعه بل يمكن في مصر بل يمكن في العالم اللي مقدر المؤلفات العلميه وانا في الكليه طبعا الحقيقه يعني لازم قبل ما اقول اي حاجه اشكر معتز. معتز الشريف هو السبب في تجمعتنا دي. وعايزين له تسقيفه كبيره. ونقول له معتز مش مضمون ان احنا كمان 34 سنه هنكون لسه موجودين لكن ان شاء الله باذن الله نتلاقى ونتجمع والف شكر ليكم كلكم. ان احنا جمعنا التجميعه الحلوه دي الواحد حس ان هو شباب لسه صغير زي ايام زمان كذاب الحقيقه طبعا انا سعيد جدا ان انتوا طلبتوا مني اقول كلمه والنهارده لما طلبوا مني اقول كلمه انا دايما احب اكون جاهز ومستعد كنت بحل الشتات زمان حتى انا بنزل فيعني ايه دايما احب اكون جاهز ومستعد فقعدت كتبت كلمه عن الدفعه بتاعتي ما بقتش عارف اتكلم عن ايه انا اتكلم حاتم عامل شغل ايه يا حاتم؟ انا طول عمري على فكره ما بقتش عارف اتكلم على الكليه، اتكلم على الدفعه، اتكلم على القسم المدني، اتكلم على زمايلنا، قلت احاول اتكلم على الحاجات دي كلها، قلت اتكلم كمان على حاجه هندسيه. بس الحقيقه لما دخلت في الحاجات الهندسيه لقيت ان انا معلوماتي في الهندسه توقفت عند المعادله بتاعه دبليو ان اس كور على 8. والحمد لله لما سالت الدكتور صالح اللي في
الاستراكشر اديله الحته دي لسه ثانيه، قال لي اه الحمد لله لسه ثانيه. فيعني ايه مش هتكلم عن حاجات هندسيه عشان ما اعتمدش عليكم، لان انا عارف ان ايه 90% مننا كنا بنكره الكليه وبنكره الحاجات الهندسيه. قلت اتكلم عن الكليه، الكليه الحقيقه من اقوى كليات الهندسه، او هي يمكن اقوى كليه هندسه في مصر. وصعبة ومعقدة والدكاترة بتوعها سوري في الكلمة مع ان انا واحد منهم ولاد كنز. لا على فكرة كلامنا ما يصحش يا دكتور. هو ما بيقصدش دي بتاع يعني من انت قصدك انت قصدك ولاد 60 كلمة. هحكي لكم قصة عن مدى الناس شايفة الكلية دي صعبة ازاي. كان ليا اتنين اصحابي جدا كانوا ساكنين في شارع الصلاه قدام باب الكليه جنب المكتبه بتاعه بس طبعا من سكرات القدر ان هم دخلوا اعدادي في اول محاضره وصفيه. مين اللي كان بيدرس؟ الدكتور رابع الله يرحمه. يعني حظهم ان هندسه عين شمس كانت وراهم وراهم في كل حاجه. لو اتكلمت عن قسم مدني، فقسم مدني في هندسه عين شمس حصل